وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن خفي الإرسال أو المرسل الخفي، وهل هو يصح في الفتوى أم فقط هو من علوم الرواية، وهل هو علم من علوم الحديث، أم هو ماذا يؤثر في الفتوى مع ذكر الأمثلة؟ نعم، المرسل الخفي أو خفي الإرسال هو باب كبير من أبواب الحديث، ذكره صاحب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وتدريب الراوي على مختصر النواوي أو على تقريب النواوي، ومذكور ومعلوم في كتب الحديث. ويدخل معه أيضا في خفي الإرسال المزيد في متصل الإسناد، وهذان نوعان عظيمان مهمان لم يتكلم فيهما قديما وحديثا إلا نقاد الحديث وجهابذته، ولذلك هما متجاذبان، أعني خفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد، لذلك يقرن بينهما دائما. وطبعا في فرق بين خفي الإرسال والظاهر الإرسال، أو المرسل الخفي والمرسل الظاهر، لأن المرسل الظاهر هو أن التابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويسقط صحابيا، مثل أن يقول سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجهنا في المرسل الظاهر قال لك مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة. ليه؟ قال لأنها غالبا هي مروية عن مين؟ عن أبي زوجته. من هو أبو زوجته؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أو يقول لك الحسن البصري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل ظاهر، هذا هو مرسل ظاهر. إذا ما هو المرسل الخافي؟ المرسل الخافي هو الانقطاع في أي موضع في السند بين راويين متعاصرين. المرسل الظاهر التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسقط الصحابي، لكن المرسل الخافي هو انقطاع في أي موضع في السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، أو التقيا ولم يقع بينهما سماع. إذا هو هذا المرسل الخفي، أول حاجة انقطاع عدم اتصال بين راويين متعاصرين، ويكون في أي موضع في السند وليس في أعلى السند مثلا من التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلتقي إلا ليلتقي أو التقيا ولم يقع بينهما سماع، فهو انقطاع خاص مخصوص. ولذلك قال العلامة البلقيني رحمه الله ليوضح لنا هذه المسألة، قال إن تسميته بالإرسال هو على طريقة سبقت في نوع المرسل، إنه في انقطاع يعني، وبهذا التعريف يباين التدليس. ليش؟ إيش هو التدليس من الدلسة؟ وهو خلط النور بالظلام أو الليل بالنهار، إيش هو معناه؟ قال التدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني رجل يعني قتادة عن أنس مثلا، يقول لك قتادة يعرف بأنه يدلس، فإذا عنعن لا نقبل منه، مع أنه ممكن أنس يكون شيخ ويحدث عنه في بعض المناطق وبعض المواطن، لكن هنا ممكن يروي عن هذا الراوي بصيغة توهم السماع وهو لم يسمع منه. فأما رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره، فيكون بين التدليس وبين الإرسال الخفي عموم مطلق. وكما يقول صاحب فتح المغيث المعتمد هو ما تحقق أولا. الآن نأتي، وكما قلنا يختلف عن المرسل الظاهر، في أن المرسل الظاهر قول التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول لك مثلا عن الحسن البصري عن رسول الله، عن سعيد بن المسيب عن رسول، عن أبي قلابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول لك هذا يكثر الإرسال من التابعين. طيب نأتي الآن لخفي الإرسال أو المرسل الخفي. أول شيء لما قلنا الانقطاع بين الراويين لم يدرك أحدهما الآخر، مثل رواية القاسم عن ابن مسعود، رواية القاسم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أو رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت، أو رواية الإمام مالك عن سعيد بن المسيب، مالك وعن سعيد بن المسيب، هذا يسمى إيش؟ انقطاع، لأن لم يدرك أحدهما الآخر. القاسم لم يدرك ابن مسعود، مالك لم يدرك سعيد بن المسيب، إبراهيم بن أبي عبلة لم يدرك عبادة بن الصامت، لم يدرك. إذن انقطاع هنا في أي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا
أو لو التقيا لم يقع بينهما السماع، إذن هذا انقطاع مقصود كما ذكرنا آنفا. أيضا له صورة أخرى، وهو أنه حصل اللقاء لكن لم يسمع منه أبدا، مثل سبحان الله أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، هذا ابنه أبو عبيدة، سئل هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال لا. وأيضا قول عمر بن عبد الله مولى غفرة، وقد سأله عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق الشبيعي الراوي، لأن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق الشبيعي يروي عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، فقال أسمعت بن ابن عباس شيئا وقد أدركت زمنه؟ قال لا لم يسمع منهم. أو المرسل الخفي لما يأتي رجل إمام جهبذ مطلع ويثبت لك أنه لم يصح سماع بين هذا وهذا، أو لم يصح لقاء بين الراويين، كما في قوله إن الحسن البصري لم يلقى علي رضي الله عنه وأرضاه، أو لما قال الحافظ المزي في المتأخرين وقال إن عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر، إذن يبدو به يظهر بكل من عدم السماع واللقاء، إذن هذا إرسال ذو خفاء، هذا كل إرسال ذو خفاء. نذكر في ذلك أمثلة، مثلا حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من الليل فليوقظ امرأته، رواه أبو عامر العقدي عن الثوري سفيان عن ابن المنكدر محمد، وابن المنكدر قال ابن معين والبجار لم يسمع من أبي هريرة. إذن السند الآن أبو عامر العقدي عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من الليل فليوقظ امرأته. قال هنا ابن معين والبجار لم يسمع محمد بن المنكدر من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقال أبو زرعة الرازي رحمة الله على الجميع إنه لم يلقه أصلا، وهو نفس ما قاله ابن المديني عن ابن عيينة من كون بن المنكدر بلغ من العمر نيفا 70 سنة، وبيان ذلك أن وفاته كانت 30 ومئة أو التي بعدها، فيكون مولده على هذا قبل 60 بيشير، ووفاة أبي هريرة كانت قبل 60 بيشير. وقد رواه ابن مهدي ووكيع عن الثوري بإثبات الواسطة التي لم تسمى عند واحد منهم بين ابن المنكدر وأبي هريرة، وهو ابن المنكدر لا يوصف بالتدليس، فظهر أن الرواية كانت من المرسل الخفي، ومع هذا خرجها أبو داود في سننه لحديثه من طريقه عن أبي هريرة بلا واسطة، بل وخرج غيره أحاديث كذلك. ثم يقول أيضا وكذا راو أو زيادة اسم راوي يتوسط في السند بين الراويين اللذين كان يظن الاتصال بينهما، فهذا أيضا من الإرسال الخفي في الرواية التي لم يذكر فيها إن كان حذفه أي الاسم الزائد وقع بصيغة عن، أي في السند الذي بدونه ورد، فإنه حينئذ تكون الرواية الناقصة معلة بالإسناد الآتي بالزيادة مع التصريح بالتحديث ونحوه. نأخذ على ذلك مثال حديث أبي ذر 3 يحبهم الله و3 يبغضهم الله، الحديث رواه الفريابي وعبد الملك بن عمرو كلاهما عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش بالعنعنة، ورواه شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام السدوسي عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربعيا ربعي بن خراش يحدث عن زيد بن غديان ابن رفعه إلى أبي ذر، بل وتوبع شعب عليه كذلك، وكذا رواه شيبان عن منصور لكنه قال عن زيد بن الظبيان أو غيره أو عن غيره عن أبي ذر، ورواه الأشجعي وأبو عامر كلاهما عن الثوري بإثبات زيد بن الظبيان.
وكذا رواه مؤمل عن الثوري لكنه لم يسمه، قال عن رجل عن أبي ذر، يعني لم يسمي زيد بن ظبيان. فالرواية الأولى مرسلة، وإن كان ربعي رحمه الله من كبار التابعين، فقد جزم الدار قطني وابن عشاكر بأنه لم يسمع من أبي ذر، وحكاه المزي بصيغة التمريض التي تدل على التضعيف، هذا مع أن أبا داود قد أثبت سماعه من عمر المتوفى قبل أبي ذر ب9 سنين، وحينئذ فقد أدرك أبا ذر جزما، ولذا توقف بعض أهل العلم بعدم سماعه. يعني إيش بعدم سماع؟ يعني زيد بن ظبيان عن أبي ذر. ولكن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في والضياف المختارة على إيراده في صحاحهم بإثبات الواسطة المنفية هنا. إذن هذا ما كان اختصارا في مسألة خفي الإرسال أو المرسل الخفي وما يكون فيهما، وذكر الأمثلة على ذلك والفرق بينه وبين التدليس. ونرجع ونقول المرسل الظاهر هو أن يروي التابع عن رسول الله في وسط الصحابي، أما المرسل الخفي أو خفي إرسال هو الانقطاع في أي موضع في السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، هذه واحدة لم يلتقي البتة، كما قلنا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود وإبراهيم بن أبي عبلة لم يدرك عبادة بن الصامت، أو التقيا ولم يقع بينهما سماع، أو التقيا فلم يقع بينهما سماع كأبي عبيدة بن عبد الله المسعود، هذا ابنه التقى ودرس معه وكل شيء لكن لم يسمع من أبي صلى الله عليه وسلم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.